الخليجية. سأتخلى عن السلطة وأرفض السلطة ولا مشكلة عندي في نقل السلطة. هذا الكلام للرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي من فك يؤكد نيته ترك الرئاسة خلال هذه السنة. كان آخرها إبلاغه السفير الأمريكي في اليمن عزمه على التنحي. تأكيدات صالح على نيته في التنحي ليست جديدة، أشهرها يعود إلى عام 2006 حين قرر عدم الترشح في الانتخابات، لكنه عاد وعدل عن قراره. صالح أكد مرارا أمام عدسات الكاميرا وفي بيانات وأحاديث صحفية غير مصورة أنه سيتنحى. الزميل هاني أبو عياش جمع أهم المقاطع المصورة فقط التي أكد فيها صالح أنه سيتنحى بشكل صريح أو تلميحا. أبلغتكم أنني سأتخلى، لن أرشح نفسي، لن أرشح نفسي للرئاسة، وسأتخلى عن السلطة وأسلمها للشعب. أنني أخاطب الشعب اليمني العظيم الذي خاطبني والذي جاء إلي إلى هذه الساحة المباركة، وأني تلبية لنداءكم وبياناتكم، أنني معكم، أنني معكم، أنني معكم، أنني أذك أيها الأخوة أنكم سوف توقفون إلى جانبي في قيادة المسيرة في المستقبل إن شاء الله. لا تمديد ولا توريث ولا تصفير العداد، كما جاء في الأسطوانة المشروخة أنه الرئيس يريد أن يورث ابنه ويريد أن يصفر العداد، بل جاء على نسبة بعض رفاقنا قلع العداد، هذا غير وارد في برنامج الرئيس. ندعوهم إلى الحوار والوقوف على طاولة المفاوضات، ونحن على استعداد لتلبية طلباتهم إذا كانت مشروعة، وأنا على استعداد، وأنا على استعداد، على استعداد لرعاية الحوار الوطني بصفتي كرئيسا للدولة، لا بصفتي كرئيسا لحزب، بصفتي كرئيسا للبلاد، كل البلاد. عندما تتوفر حسن النوايا لدى الجميع ما تشكل مشكلة. احنا عندنا حتى مش مشكلة، حتى لو يشور رئاسة الحكومة بندي لهم رئاسة الحكومة، لكن انا ما اعتقدش انهم يقدروا يديروها ولا الاسبوع. لا يمكن باي حال من الاحوال ان السلطة والنظام السياسي ان يقدم نفسه الى المشنكة في كل الاحوال. تعالوا للحوار السياسي وننتقل بالسلطة سلميا عن طريق المؤسسات الدستورية. أما نحن في القيادة لا نريد السلطة، ونحن بحاجة إلى السلطة، لكن نحن بحاجة أن نسلم السلطة إلى أيادي آمنة. يعني عندهم مطلوب رحيل السلطة وتسليم السلطة على التو. ما عندنا مشكلة حول رحيل السلطة. لمن ومن؟ نحن في السلطة أو في القيادة مش متشبثين بالسلطة، بس لمن؟ لا يعني إلى المجهول. احنا ما بنقدمش التنازلات، بنقدم تنازلات نجنب اليمن ويلات الحرب، لكن من الان ما بنقدم تنازلات. فعلى الطامعين في السلطه ان يسلكوا سلوك حضاري وان يتجهوا نحو صناديق الاقتلاع، واذا منحهم الشعب ثقته فنحن نسلم لهم اولا باول. واخاطب الاصدقاء عندما نتحدث عن نقل السلطه سلميا وسلسا معدن، أن ننقلها إلى نائب رئيس الجمهورية. الآن هل ستخرجون المسلحين؟ هل ستنهوا الخنادق؟ هل ستنهوا الموانع في العاصمة وغيرها؟ مش إن إحنا نشتي سلطة، أنا أرفض السلطة وسأرفضها في الأيام القادمة وسأتخلى عنها، ولكن هناك رجال من يمسكون السلطة. تسبب انفجار في حقلية